تحية للجميع. أنا الآن أقع بقرب من جبل ألبان كما تشاهدون. ها هو جبل ألبان الذي يعتصم فيه سكنة جماعة إيمي درمون دو غشت 2011 من أجل مطالب سوسيو اقتصادية يعني مرفوعة بالأساس إلى شركة معادن إيمدر التي تستغل أكبر منجم للفضة المتواجد بالمنطقة. والآن أنا أتواجد في القرب يعني داخل ضيعة الفلاحية لسكنة الجماعة يعني كما تشاهدون حاليا فهي ميتة تقريبا يعني حسب الإحصائيات التي لدينا أن هذه الهكتارات من الأراضي يعني أصبحت جرداء حاليا بسبب الاستغلال المفرط للفرشة المائية من طرف شركة معادن إيمدر من خلال يعني هذا البئر. يعني هذا البئر الذي يقع يعني بقرب من الطريق الوطني رقم 10 تم استغلاله من طرف شركة معادن إيمدر منذ سنة 1986 بدون أي سند قانوني يعني وبالقوة، وحاليا تتم حراسته من طرف العشرات من القوات العمومية باستمرار لمنع الساكنة من إيقاف عملية الدخل غير مشروعة من هذا البئر. وهنا أحد الآبار الفلاحية التي تستعمل لري هذه الحقول يعني هو مثال لعشرات من الآبار يعني متواجدة في المنطقة وهو جاف حاليا يعني الأراضي مهجورة بالكامل. يعني هذا هو مصير هذه الآبار الفلاحية كما تشاهدون. أصبحت جرداء قاحلة بسبب الاستنزاف للفرشة المائية يعني من أجل يعني المياه الصناعية التي تقوم شركة معادن إيمدر باستغلالها في هذه المنطقة. يعني مجموعة من الأشجار التي ماتت هنا حسب الإحصائيات التي قمنا بها منذ بداية استغلال يعني هذا البئر سنة 1988 هناك حوالي 1500 شجرة يعني ماتت بالكامل. هنا أشجار مثل النخيل، اللوز، يعني الكرموس، العنب، مجموعة من أنواع الفواكه. في البداية كانت هذه الضيعات الفلاحية تسد الحاجيات الساكنة المحلية من يعني المواد الفلاحية، وبل يتم يعني بيعها في الأسواق بسبب الفائض، وكان الناس يعتمدون عليه بشكل أساسي باعتبار الفلاحة هو النشاط الأساسي يعني للساكنة. لكنه حاليا بعد أن استنزف بنسبة 70% لم يعد لديهم يعني أي نشاط. هنا أيضا أحد الآبار الفلاحية، هناك العشرات منها في هذه المنطقة. هي الأشجار، أشجار الزيتون، تحاول المقاومة في هذا يعني الجفاف في هذه المنطقة النائية. للأسف يعني هي غنية بالموارد المائية والمعدنية، لكن الشركة المعدنية يعني التي تقع هنا المنجم يقع وراء هذه الهضبة. والشركة تقوم بضخ المياه بطريقة مشروعة منذ 1986 مما استنزف النشاط الأساسي للساكنة كما قلت، وهو محروس حاليا بعناصر القوات العمومية. وهناك أنابيب للمياه من البئر في ناحية المنجم. وللإشارة فإن إيمدر تعني المكان الذي توفر فيه يعني المياه باستمرار، يعني هو سبب استقرار سكنة في هذه المنطقة وتواجد المياه. يعني الآن الشركة قامت باستنزاف هذه الثروة المائية، أصبحت السكنة تعاني من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب ومياه يعني لري الأراضي الفلاحية. ينضاف إلى ذلك يعني الإقصاء في العمل بالمنجم بسبب بروتوكول أصبح فيه العمل وراثي.
كما قلت العمل بالمنجم أصبح وراثيا بين يعني العمال وأبنائهم. الشركة قامت يعني باستغلال هذا يعني البئر منذ 1986 وبعده بئر يعني أثقاب في منطقة ألبان، وقد تم إيقاف عملية الضخ المشروعة هنا غير المشروعة هناك. أيضا نشير إلى أن الساكنة قد أرسلت مجموعة من الشكايات إلى الجهات المعنية من بينها وكالة الحوض المائي ويعني إدارة الشركة وكذلك وزارة الداخلية ووزارة الجهاز يعني كافة يعني الإدارات المسؤولة، لكن أحد لم يحرك ساكنا بسبب يعني كون هذه الشركة شركة منجمية مهمة في المغرب ومملكة يعني لأشخاص لهم نفوذ سياسي واقتصادي في المغرب. مؤخرا أطلع علينا السيد وزير الداخلية بمداخلة في مجلس المستشارين أكد فيه بأن المياه المنطقة يعني تستغل بشكل يعني قانوني، لذا نطلب منه أن يقوم بزيارة ميدانية للمكان بعيد عن خطابات يعني جوفاء. هنا الساكنة بسبب الاستغلال الغير المشروع للفرشة المائية أصبحت تقوم بعملية الهجرة، هناك تناقص باستمرار لساكنة المحلية بسبب فقدانها يعني مصادر يعني الاقتصاد يعني مصدر العيش الأساسي الفلاحة. هذا من بين الأسباب التي جعلت ساكنة جامعة إميدة تخوض مجموعة من معارك يعني الاعتصامات منذ 1996 يعني 1986 ثم 1996، وحاليا بجبل ألبان لا زال الاعتصام مستمر يعني، والظروف كلها تؤكد عن تواطؤ السلطات المحلية والسلطات المخزنية بصفة عامة مع إدارة الشركة ضد مصالح المواطنين بالمنطقة، رغم أن مطالبهم مشروعة جداً.